البهلله دي شايفينها ازاي؟ يا نهار اسود. يلا اهو اهو. هسألك سؤال للناس. طب سيبوا ايدي ايدي. طيب ايدي طيب. هو الموضوع بس يعني مش فكرة سوء تنظيم بس. انت الوحيد اللي واقف في كل الموضوع صعب شويه قوي يعني. مش دخلوا. بصي انا نفسي مش قادر اقف. انا مش قادر اقف نفسي. مبتدأ.com